بإصرار وعزيمة تواصل رياضة القنيطرة سعيها للتطور والمنافسة في مختلف الألعاب رغم الصعوبات والتحديات وضعف الإمكانات المادية. طبعا رياضة القنيطرة هي رياضة متميزة بألعاب معينة محددة على الساحة السورية مثل ألعاب القوة، الألعاب الفردية، بعض الألعاب الجماعية. تم توسيع قاعات الألعاب على مستوى المحافظات الثلاثة التي ترتمي عليها أبناء محافظة قنيطرة، فنحن كمحافظة قنيطرة لدينا ثلاث محافظات توزع عليها أبناء محافظة قنيطرة: دمشق، ريف دمشق، القنيطرة. هذه الثلاث محافظات تحتوي على بيئة سكانية لأبناء قنيطرة فيها خامات واعدة، فيها خزان بشري هائل من أبناء قنيطرة، وللأسف الشديد بعض هذه التجمعات لا يوجد فيها نادي رياضي أو مركز أنشطة يمارس الأطفال فيهم نشاطهم الرياضي بشكل صحيح أو آمن. حاليا الصالة التي تجدونها هي المتنفس الوحيد لنا في مساكن برزة يمارس فيها الجيدو، الكاراتيه، الأيكيدو، رياضة الأيروبيك والزومبا. نحن نعاني من ناحية الاستثمارات، ولا يوجد لدينا رغم كل المحاولات التي نسعى لها أن يكون لا يوجد لدينا مستثمرين حقيقيين. النادي الوحيد الذي لديه استثمارات هو نادي النصر، وقيمة استثماراته الفعلية تعادل 13 مليون تقريبا. 13 مليون حجم نشاطاته لنادي النصر وحجم ألعابه يحتاج سنويا ل 20 مليون، فهو في حالة عجز وحالة كسر بسبب الأمن والأمان اللي شمل تقريبا جميع الاراضي السوريه. صار في اقبال على الانتساب للانديه بكافه الالعاب. هلا بشكل عام نحن طبعا بتعاون مع رؤساء الانديه بتوجيهات من قياده الفرقه، طبعا اللجنه التنفيذيه بالقنيطره بتعاون مع مكتب التنظيم انه يركزوا على النوعيه وليس العدد. هلا نحن طبعا العدد هو دائما الكم بيفرز النوع، بس بالفتره الاخيره نحن طبعا اعطينا توجيهات انه يركزوا على النوعيه ليصير عندنا لاعب يعني اقل ما يمكن نعتمد عليه، ما نتعب على لاعب لفترة معينة ويضيع بسبب انه ما عنده هالموهبة. منتخب القنيطرة بالجيدو ونادي النصر بالخصوص تقريبا ترتيبنا من الاول ثلاث اندية على سوريا واولى المحافظات على سوريا. المواهب اللي عندنا نحن عم نهتم بالقواعد بمستوى كبير، وهلا عم نحضر تقريبا للاولمبياد الوطني تبع الناشئين اللي بصير بالشهر الثامن. الفريق عم بيستعد منيح، عم نعمل معسكرات منيح ان كان بقلب النادي وان كان لقاءات مع الاندية الثانية.